بالفعل الرائع، وكلياتنا يمكن الغالبية العظمى بيحبوا الذرة نعم أنس، وهي كمان يعني هلا أكلة الموسم، صحيح. فكتير حلو إنك تعرف شو فوائد العناصر الغذائية المتواجدة بالموسم أو الفصل اللي أنت موجود فيه. طبعا للتغذية السليمة مشاهدينا الأعزاء أهمية كبيرة في جميع مراحل الحياة بشكل عام وفي فترة الامتحانات بشكل خاص، ويهمل بعض الطلبة للأسف صحتهم وغذائهم ويركزون على الدراسة فقط، وهذا الأمر طبعا سينعكس سلبا عليهم. ولما للتغذية في وقت الامتحانات من أهمية، خصصنا هذه الفقرة للحديث عن هذا الموضوع، ومعنا طبعا السيدة ثواب الغبرة اختصاصية الصحة والتغذية. كتير سعداء باستضافة حضرتك، نورتينا، أهلا وسهلا فيك. وأنا أكثر أهلا وسهلا فيك أستاذة ثواب، نورتينا، حياك الله. يعني طبعا أستاذة ثواب، مثل ما هو معلوم، يعني عادة أولياء الأمور وخاصة في هذه الفترة، أو حتى الطلاب على وجه الخصوص في فترة الامتحانات، بتصير حالة الغذاء هي حالة انتقائية لما يحسن المزاج، لما ينشط الذاكرة، لما مثل ما بيقولوا بيخلوني صحصحوا أكثر. اليوم ما أهمية التغذية في هذه الفترة بشكل خاص؟ هلا أول شيء بالبداية يعني طالبنا الكريم، يعني أكثر شيء هو أهم شيء الغذاء اللي بيفك الستريس تبعه، لأن الستريس بيفقد التركيز، بيفقد عمل التذكر اللي حنحكي عليها هلا، سرعة تذكر المعلومة كثير قديش مهمة. بالفعل الأهل بيركضوا هلا بيقولوا لنا شو نشرب اولادنا قبل ما يطلعوا، وشو نعمل، شو نساوي. الفكره الاساسيه هي مجرد انه كل ام تعرف ابنها بالضبط على شو بيصحصح، على بشو. هلا ممكن انا احكي معلومه انه انا مثلا فنجان مع كمشه زبيب، وهيك الولد كل ما يحب الزبيب، القهوه كل ما بيشربها بيشرب مشروب ثاني، فهذا شيء سبحان الله. الام هي اللي بتعرف تشرف لي، اخصائيه التغذيه بالبيت هي الام. لا. فهي بتعرف كيف تفقي ابنها، هي بتعرف كيف تخليه يركز، هي تأمن له الجو السليم. فهلا إن شاء الله هي الحلقة موجهة للأمهات أكثر من الطلاب، بس مو غلط الطلاب يتبعوا علينا. الفكرة هي عامل الستريس إنه أنا كل ما انخفض عندي بهالفترة، كل ما قدمت امتحان صح، كل ما قدمت امتحان بعرف إني أنا إمكانياتي نزلت فيه. يا يعني طلاب الستريس ما ترجم الامتحان ونتائج الامتحان قدراتهم الدماغية، فنحن بدنا نعطي الطالب حقه. فبإذن الله تعالى كل إنسان يأخذ حسب مجهوده. هنحكي عن شيء اسمه إن شاء الله عامل التذكر، إنه أنا أحيانا كتير ما بقدر بليلة الفحص أقرأ الكتاب من بابه لمحرابه. عنا رياضة اسمها رياضة التذكر، شو الغذاء المناسب لاسترجاع المعلومة حتى لو ما راجعتها ليلة الفحص. أنا هي أهم معلومة جاي أحطها، إنه أنا بدي نشط الأمور. هلأ نحن صرنا بفترة امتحانات، ما عاد في وقت لهالرياضة نمرنها، بس إن شاء الله الأهالي وقت بيعرفوا هالمعلومة هي، انه كيف انه الانسان يسمع لابنه بدون ما يكون مراجع المعلومه، لانه هي مثل كيف رياضه الجمباز، كل ذاكره تتمتع بمرونه مثل ما بتتمتع عندك ياها العضلات. فلذلك انا بقول مرونه الذاكره هي الاغذيه، وهلا الاغذيه اللي حنحكي عليها هي اللي حنشتغل. اكيد بدايه سيده ثواب، طبعا لازم يصير التمرين او المباشره باتباع هذا النظام اللي حضرتك هلا رح تذكريه، او هي الرياضه، من بدايه العام، ولا تكفي فتره الامتحانات اذا حدا ما كان عنده فكرة عن هاي الرياضة أو هاي الطريقة؟ لا لا، للناس اللي عم تقدم امتحانات هلا، بمسك أي مثلا درس علوم، بمسك أي شيء، أنا حدا بيفتح لي الكتاب مثل ما بيقولوا سبر المعلومات. هاي هي سبر المعلومات بينفتح، أهم شيء لها هي الماء تماما قبل الأمور هي تبعها. والنقطة الثانية أنا اللي بيهمني أمره العامل استرجاع المعلومة بدون ما تراجعيها، كتير بيفيدها أحماض الأوميجا. أحماض الأوميجا موجودة بزيت الزيتون، وعندي إياه الزيت. الزيت بتعمل مرونة عالية لاسترجاع المعلومة، يعني حتى أنا لو ما راجعتها. فالفكرة الأساسية بالفعل بتحتاج هاي الرياضة لوقت، كيف تماما العضلة مو بين يوم وليلة بتقدر تتني معك بالطريقة اللي أنت بتناسبك. فهل الفكرة نفسها لكن للمراحل المتقدمة. النقطة الثانية بهالفترات هي مثلا في عندي مادة نظرية أو أي شيء، بحاول قبل ما أنا فوت، أنا عم ببلش درس أول، درس ثاني، درس ثالث، درس رابع، وصارت الساعة 8 بالليل وأنا مو مخلص هذا الموضوع. في حال ما تبقى قبل ما أنا يصير عندي الستريس بالنسبة لي، ما تبقى يجي حدا يسبر لي معلوماتي فيه. عملية انتقاء المعلومات بشكل عشوائي واسترجاعها بتبلش هالرياضة تشتغل عندي إياها. في حال أنا مرقت على معلومة وأنا مدربة حالي قبل الليلة بهالقصة هي، تحسي حالك انك حتى لو اجتك السؤال من انا ما من اني مالي مراجعتها، صار عندي
قدرة على أني التقطها حتى لو كانت مو بدقة. عم تعطينا طريقة للدراسة الأستاذة ثواب، مو بس على موضوع التغذية. الفكرة أنه الشغلة واحدة متكاملة، يعني ما شاء الله. وكان الطالب هلأ بالنسبة لنا بيعرف أنه يربط المعلومة الغذائية بالمعلومة التقنية. هلأ نحن اللي بيهمني أمره كاختصاصي، زيت الزيتون بيعمل مرونة جدا عالية لاسترجاع المعلومة. فنحن بتقول كتير هلأ زيت والزعتر مهم، حتى لو للأسف يعني لا عاد فينا نقدر نوصف كاجو ولا لوز ولا فستق، هاي راحت بدائل أكيد. أكيد يعني بالضبط. من يوم يوما العوائل سواء كانت قدرتها الشرائية أو المادية كبيرة أو حتى بسيطة، لأنه في عدالة، في عدالة ربانية أكيد أكيد. لذلك يعني العالم تعالى وضع الأغذية أحيانا بالأشياء البسيطة، هلأ مثل الدرة اللي حاطينها هلأ كويسة جدا. تحكي عنا ولكن بدنا نسألك عنا. هلا نحن أكثر شيء الطالب بده يخفف الستريس تبعه بشيء يتفشش فيه اسمه النقرشة، أهم من الأكل تماما. أنا ضد هلا الوجبات الثقيلة، الملوخية والبامية والقصص هي الأمور، هي الفطور الثقيل اللي يطلع هلا هو بالنسبة له. نحن بنقول ثلاث تمرات صباحا، صباح ليلة الامتحان، ومع فنجان القهوة. الفنجان القهوة بعده يكون كوب الماء. نحن اللي بيهمنا أمره كل القصص هي إنه فنجان القهوة بالنسبة لي، يعرف إنه كل إنسان بيشرب بيتناول فنجان قهوة بيطلع يليها كوب ماء. يعني بيقولونا معلش نشرب 4-5 فناجين، بدك تعرف كيلوتك لازم إلها عليك حق. كل فنجان قهوة بده يقابله فنجان كوب كامل ماء 200 ميلي. هاي القصة نحن بالعادة نحن بأهل الشام نضيفها قبل شفة هيك ومو هيك كبرستيج واتيكيت. معناتها ما في عادات اجتماعية إلا في من وراها شيء. ايه بس نحن بناخذ شفتين مشان نحن مشتين القهوه فورا نلتقطها. هلا انا عم اقول كشيء صحي لازم بعد كل فنجان في كوب ماء، هي القاعده الاساسيه. هلا الطالب او التلميذ اخذ فنجان قهوته عندك اياها، لا فيني احكي هلا كمشه ثلاث تمرات كمشه زبيب اخذها صباحا على الريق، بعد اخذ عندي اياها بالنسبه لي فنجان قهوته. وهي النسكافيه ما كثير بحبذها، في ناس كثير الى مرق فيها، بس انا هي كثير الكافيين فيها معالي. فانا بالنسبه لي اللي حتى لو نسكافيه معدله بشويه حليب ما اشكال، انا ما بدي اضرب مزاجه للطالب. في ناس ما بتشرب قهوه بتحب النسكافيه، اخذ هي كافي هذا الموضوع. ما بدي فوت الصبح لاقي بيض وسبحه وزيتون ولبنه. اليوم اللي قبل الامتحان زيت الزيتون رائع جدا، الزيتون كتير، الزيت والزعتر، الامور هي كلياتها. حب ياكل حتى صباح الامتحان الزيت والزعتر رائعين. برجع بقول بيعمل عندك يا مرونه بالتقاط المعلومه. النقطه الثالثه اللي بيهمني امراج اي شيء من منتجات فيتامين سي. هلا ولا فيني احكي كمان ليمون برتقال اي شيء. هلا نزل الكرز، الكرز كتير رائع هلا بفتره بنقي الدم وبيعمل عندك يا، لانه الستريس بيطرد لي الكورتيزول من الدم، فبيصير الطالب هدأ أكثر. بمساء الامتحان خلص الطالب دراسته وهالأمور، اللبن. لكن أنا صباحا ما بحبز اللبن أبدا حتى لو كان متوتر الطالب. لقيت بنعس وبيرخي العضلة شوي. أنا بدي في نوع من سبحان الله رب العالمين والفرز لنا نسب قليلة من الأدرينالين، هي بتفيد أحيانا طبعاً القلق المفيد جدا للذاكرة. لكن لنفرض بالنسبة لنا عندي إياها أصيب الطالب بشوية هلع، أسئلة ما عرف، نسي سؤال، جاء توتر اسمه عامل الوقت داخل فترة الامتحانات، بغض النظر عن العامل التغذية لأنه واحد حيخلوه يفوت أكل وطعام غير الماء، هو يحاول أنه في منطقة خلف الأدنين يدلكها شوي. هي بتفك التوتر عن منطقة خلايا الذاكرة خلف الأدنين خلف المناطق الصدغية، وكمان الرقبة، يعني يحاول يدلك الرقبة تبعه بشكل هي بيزود توريد الدم على خلايا الذاكرة وبيفك العامل الكورتيزول اللي هو ارتفع التوتر تبعه. شيء تاني برجع بقول يا ما طلاب بتعرف ضبط الأعصاب هو شطارة التذكر. يعني كل ما كان كورتيزول أقل الأدرينالين أقل، كل ما صار بالامتحان جو مريح جدا وتذكرت المعلومة. في حال تلخبط يعني يتقبل أنه ما في مشكلة. في كل إنسان بيعرف يرتب أفكاره، ترتيب الأفكار، تحديد الأولويات. الإنسان اللي أحيانا بتلاقي حالك بامتحان شهشلتي ولقيتي الوقت معك فيها بحبوحة، بتعطي كتير راحة وطاقة تذكر عالية جدا للمعلومة بدقة. وقت بيلاقي الإنسان حاله عامل التوتر
توتر الوقت، اجى اشتغل عليه وحدا حدا عم يقول له حيخلص الوقت الباقي، هذا بس يعمل فرق شوي بسيط عندك اياه، وسبحان الله من اسامي الله الحسنى يعني بقدرته عندك يا هادي يا هادي يا هادي بترجع اعصابه بالامور. انا استاذة ثواب انه عطاطينا تنميه بشريه وتغذيه بنفس ما شاء الله. انا اسفه متخلص هاي بس تغذيه هنا كل فكرنا بتفكرها انه هي اكل وشرب وتملاية معده. هلا انا بدي احكي بفتره اني انا اولا ما عاد عندي وقت لطالب عندي يا اعطيه عندك يا كل الاغذيه المهمه لشيء اسمه ترتيب الافكار، والذاكره بتشمل مو فقط الطلاب، بتشمل كل فئات العمر طبعاً. يعني نحن بهالاعمار هي كلياتنا عم ننسى، كلياتنا عم تتخربط افكارنا بسبب التقاطعات بحياتنا. كثير بنبه الاهالي انه يقيموا الموبايلات بليله الامتحان، تشويش الذاكره بالشحنات الكهربائيه الساكنه بتعمل كمان عندي عمليه نسيان مبكر. الفكره الاساسيه اني انا بيهمني امره، برجع بعيد بفكر بركز افكار الاهل، ومنبه بسيط قبله مادة سكرية، ما يكون في شيء خبز قبل عملية الامتحان، الخبز كتير بتعب الكولون والمصران. قبل الامتحان يكون في عندي لبن، في يكون عندي يا زيت زيتون، زيتون زيت وزعتر قبل الامتحان لبن بالفحوصات يعني باليوم الذي قبله يعني اللي قبله تماما. الشيء الثاني الشوربات الساخنة كتير مفيدة، شوربة العدس رائعة جدا للذاكرة. شغلات اللي فيها مرق دجاج بالنسبة لنا كمان بالليل التي قبل الامتحان. الناس اللي عندها مواد علمية بتحاول انه ترابط المعلومات، صفار البيض بيعمل ترابط للمعلومات وبيعمل عندك يا اسمه الاستنتاج المنطقي، كيف تحل معادلة مثلثات الامور هي، صفار البيض بيعطي ترابط للاستنتاج المعلومة ومرونة فيها. الناس اللي عندها امور حفظية بدها ذاكرة واسعة، يعني مثل مثلا عندي فحص تاريخ، فحص فلسفة، فحص الامور هي اللي بيوسع مدارك اللي هي الاحماض الاوميجا. والشغلات الثانية المواد السكرية الجيدة مثل التمر ومثل الزبيب. والأوميجا وين موجودة بالعناصر الغذائية؟ بالزيتون هلا حاليا كتوافر معينة، هلا سيردين سماكي إذا توفرت موجودة كثير رائعة. برجع بقول هالأشياء بليلة الامتحان وليس قبل المكملات. أستاذ ثواب هلا أنا كبسولات اللي بنشتريها من الصيدلية إذا كان الجسم ما عنده قدرة على الامتصاص في أو إنه ياخذ من نعم هلا نحن بنقول في مكون اسمه مكمل غذائي اسمه جينكو بيلوبا، هذا بيزود توريد الدم على خلايا الذاكرة. لكن انا بنصح انه شغلي انا مو مجربتها دوائيا على الا ما يكون الطالب على الطالب، وانا هلا سمعت هالمعلومه وانا بعرف هذا جينكو بيرفع له ضغطه بينزله، يعني هلا مو الطالب محور تجربه. الاشياء اللي بيعرفها ومتعود عليها ياكلها بشكل احنا عم نعمل سبوتات عليها عاده. استاذ ثواب يعني العاده الاكثر شيوعا بين الطلاب وبين اولياء امورهم اللي هي دولة القهوة، إن كان بيحبها ولا إن كان ما بيحبها، بيشربها أو ما بيشربها. بنلاقي إنه ليلة الامتحان وخاصة طبعاً الكل ينصح بالنوم باكراً ليلة الامتحان، على العكس تماماً أغلب الطلاب ما بتنام ليلة الامتحان، بحس في سباق مع الوقت، بده يلحق يحفظ أكثر معلومات أو حتى المعلومات اللي حافظها بده يرجع يستذكرها من جديد ويراجعها من أول وجديد، فبيستعين على هذا الأمر بشرب القهوة والمنبهات. كثرة المنبهات ذكرتي أنت عنا فكرة، ولكن هل هذا في الفعل يؤثر على أداء العملية الامتحانية وعلى ذاكرة الطالب بشكل خاص؟ لأنه حيرفع له الأدرينالين والكورتيزول، فيصير عندك ياها أي شيء، أي صرخة من مراقب امتحان، أي شغلة، أي حدث، حيصير عندك ياها فقد لكمية كبيرة من المعلومات، وبيفقد دقة المعلومة، بيفقد تجانسه المنطقي بكتابة إفصاح المعلومة. يا ما برجع بقول الامتحان ليست هي فقط تظهر قدرات طلابنا، هي المشكلة، لكن نحن بدنا نقول قدر الإمكان أنا عندي هل الساعة ونص اللي بدها تعطيني مثلا هالأمور، هي فكرة بحد ذاتها بتعمل ستريس، يعني أنه هذا أنا مصيري جامعتي. في شغلة أنا بس بنبه الطلاب فيها، بعرف أنه هي خارج اختصاصي، أنه الإنسان رب العالمين ما بيقدر له إلا الكل خير، حتى لو توتروا هالأمور هي يعرف أنه كل حركة، كل مثلا نسي معلومة تذكر معلومة يتقبلها، يعني يتقبل هذا الموضوع ما في مشكلة، لأنه هذا كله هو عمل اللي عليه الإنسان، ماذا ما عمل اللي عليه خلاص. الفكرة الأساسية حأرجع له وصفة بسيطة حتى ما يتداركني الوقت، حتى يكون أنا أعطي الطلاب هي الوصفة السحرية للذاكرة. أنا بقول إذا تواجد بهاي الفترات نبات اسمه أو سمرة اسم القرع يقطين أو يقطين، هاي مادة رائعة، هي غذاء الذاكرة. كيف استخدامه؟ أي شيء نحن بنسويه ببلادنا، نحن متبل اليقطين، متبل اليقطين قبل النوم عندك ياها، هاي مغنية بمادة اسمها السيلينيوم، هاي مادة مثل الكريم المرطب لبشرتك للذاكرة. ليه هي بتعمل عملية
التناسق تجانس المعلومه، كل ما كانت مكتبتك مرتبه اكثر ولها فهرس منهجي وانت فموتيها بشكل منظم، بدك اي كتاب تروحي على الفهرس تسحبيه. انتقاء هي قدره الانتقاء، الذاكره تبعها بتقوي قدره انتقاء المعلومه من مكتبه الذاكره. اذا القرع للسيدات الامهات، أيوة، اللي شوربه اليقطين او مربى اليقطين اللي ما بيحبوا شوربه اليقطين لاطفالنا، نحن حتى ببلادنا بالشام بنساوي مربى القرع يعني كثير ممتاز. بس انا عم اقول اذا توفرت، لانه هي مو موسمها، هي موسمها شتوي، لكن انا شفتها متواجده نحن وما لها هي سعر الباهظ السماء. صحيح. فهي الماده هي عندنا اياها اذا كانوا بكماله اكلاتها الابو بسطي ابو بسطي تماما تماما. فالفكره الاساسيه برجع بقول في عداله الهيه، سبحان الله. هي الثمره كثير سمبل وهالقصص هي، بس يعني متوفر فيها فوائد من هون، وحتى بتقوي عصب الطالب، يعني بتقوي تركيزه، بتقوي حتى العصب البصري، بتحس يعني في اشياء كثيره لها فوائد اخرى على كل النواحي. نعم. وبتقوي عضله القلب، لانه عضله القلب مهمه جدا مع طالبنا لحتى يوازن شيء اسمه النشاط الدماغي. تمام، حلو كثير. بدنا نحكي عن الشوكولا اللي كثير بينحكى عنه بفوائده ايضا بتنشيط الذاكره، وكثير بنلاحظ انه بينصحوك يعني فيما سبق انه قبل ما يتوجه الطالب للامتحان ممكن يتناول شوكولا. بدنا نحكي عن المتة اللي هي ايضا مشروب غني بالكافيين والمنبهات وايضا محبب لدى الكثير من الطلاب، يمكن البعض ما بيحب القهوه، بيتجه للمتة ولها فوائد ولكن ايضا الى مضر نحكي عنها اكثر. انا عم ذكرك هيك بالاغذيه. بدنا نحكي عن البشار ايضا والذرة، يعني الذرة عن طريق البشار ايضا هي من العناصر الغذائيه الغنيه وايضا المفيده، وما بعرف اذا لها اثار جانبيه. تفضلي. هلا بالنسبه للشوكولا، الشوكولا المره طبعا سيده انواع الشوكولا، يعني كل ما كان فيها كاكاو اكثر دارك اكثر كل ما احسن، زادت نسبه تنبيه الخلايا العصبيه بشكل ترفع كمان ناقل اسمه سيروتونين، بتحسن مزاج الطالب وكل هالامور هي. وقت بيحبها هي عندك يا بغنيه بالسكر، السكر عندك يا مشكله انه بيعطي تدفق عالي من الطاقه ومن ثم بيصير خفض للطاقه بالجسم. نعم. ما بيزود الجسم بطاقه مثل ما نحن، بس بيستهلك الطاقه بشكل غير متجانس. فكل ما كانت دارك اكثر كل ما نبهت وكل ما حسنت المزاج. انا بدي احكي كمان عن مشروب الكاكاو، الكاكاو رائع جدا لخلايا الذاكره، لشيء اسمه عندك يا حتى تخلص الجسم من سموم الكورتيزول الفائض للكورتيزول. اذا حكينا عن البوشار والذره والهمور مثل ما حكيتوا كثير رائع، بس ما نفرط فيه لانه البوشار كمان ماده نشويه، وكل العالم بفكر انه البوشار هو ماده خافضه للوزن، لكن هو اقل يعني احسن ما يتفشش باي شيء ثاني. انا بقول المسليات للطالب المفيده هلا بهالوقت شرايح الخيار، شرايح الخيار كثير رائعه مع نتره ملح بسيطه، والنقطه الثانيه كمان الزيتون كثير رائع اذا بنقرا شو فيه، وكمان سف الزعتر، يعني الزعتر رائع جدا لشيء اسمه طالب بده يتفشش بشيء. بتلاقي في طلاب منسومين لقسمين، قسم واحد بحب مثلا الحلو يتفشش فيه، وفي قسم ثاني عندك يا بحب المالح. فهي الاشياء كثير سليمه عندي اياها، حتى انا بلاقي سف الزعتر رائع جدا من فتره الامتحانات. بزر دوار القمر انا احسن عندي هلا بهالفتره من البوشار. بزر دوار القمر غني باحماض الاوميجا ومواد مركبات كثير رائعه مثل مركب النحاس، رائع جدا لخلايا الدماغ ورفع شيء اسمه مشابك النواقل العضلي، لكن لانه بيعمل ربط للمعلومات بشكل عام. الواحد اذا تعود على البزر بس بيشرب مي كثير. لا بكثير يعني هلا هو مزبوط هذا الحكي. هلا نحن عم نحفظ ما في هلا، بس اجمالا بالنسبه لي عم بحكي كمسليات مهمه جدا لخلايا الذاكره. حكينا عن المتة، المتة هلا شو قصتها؟ المتة رائعه جدا على فكره، نسبه الكافيين فيها عاليه تقريبا بتنافس القهوه بهالقصص هي، لكن مشكلتها انها مدره للبول، فالطالب اللي هو مثلا رايح على الامتحان ما يشرب كثير متة. يعني اما ليله الامتحانات ما في مشاكل، ما كونها هي منبهه جدا وبتفقد ساعات النوم تبع ليله الامتحانات المهمه جدا عندي اياها. لا انا ما بحبها ليلا، بحبها نهارا. هلا كثير مهم كثير نحكي عن عمق النوم وهالقصص هي كلياتها. 4 ساعات نوم بليل بمكان مظلم حتى يطلع الجروس هرمون ويرجع عندك اياه، ترجع توازن الاعضاء بشكل كثير وترجع الذاكره ترتب افكارها، لانه كمان كثافة المعلومات ضغط الدماغ بفترة ليلة الامتحانات بيعمل عندي اياها شيء اسمه الاملاح، اللي هي عندك اياها الاملاح المؤثرة على خلايا الذاكرة. اذا ما كان في فترة نوم ترجع تنظم الذاكرة امورها، فبتلاقي عندك اياها الذاكرة السريعة فقط المتليانة، اما العميقة طيرت كل المعلومات. فهالامور هي كلياتها كثير بيهمني امرها بشغلتها. يعني اعطيتينا معلومات مكثفة مش انا اسفة، لانه والله الوقت بالعكس يعني استغلينا كل الوقت. عذرا منك استاذي ثواب، اليوم اختلاف الشخصيات يعني وخاصة عند الطلاب، في شخصية لما بتتضايق ما بتاكل، بس في شخصية لما بتتضايق بتاكل كثير، لما بتعصب بتاكل كثير. اليوم الطالب
فمعصبة مع التوستريس ينقسم إلى هذه الشخصيات. الطالب المعصب كتير بصير بيأكل كتير، وطالب لا ما بيعود بيأكل، هذا ينعكس على أدائه. ما الطريقة المناسبة لتقسيم وجبات الطعام خلال اليوم؟ هلأ لنفرض طالب عندك يا أصيب بشيء اسمه ستريس، عصة المعدة قبل دخوله للامتحانات ولا أي شيء، عذرا على هالوصفة هي، لكن ممكن متمكنة جدا، هي نص موزة إذا قطعناها شرايح شرايح، النص بمنطقة مادة الأميلاز تبع اللعاب بتفك ستريس المعدة. لنفرض ما توفر الموز وإجانا ونحن واقفين على باب الهي، أي شيء ساخن إذا حطيته أنا على منطقة رأس المعدة دلكتها بتفك ستريس المعدة، تدليك الرقبة بتفك ستريس المعدة. برجع بقول كتير مهم إنه الإنسان كيف بدي يقول لك يحاول إنه في حركات لا واعية سبحان الله بتفك ستريس المعدة من المشي، فبتلاقي الواحد وقت بيتوتى بيحوص يعني، فبتلاقي هو عمليا هذا الأمور. هلا أنا برجع بقول إذا كان في عنده وقت ومتمكن عندي أي شيء في بالنسبة لي سكر اسمه سكر السوس، سكر السوس كتير رائع لفك حموضة المعدة وستريس الطلاب، فأي شيء عندك يا إذا مصة هي بالنسبة لي بتفك الستريس المعدة. ما الإنسان اللي عنده ستريس بهالقصة هي ما بنصح أبدا بوجبات تقيلة يعني، فبتزوده أكيد. بدنا نشكرك كل الشكر، نحن يعني أخذنا الوقت، إن شاء الله نكون وصلنا المعلومات، أكيد أنت ما قصرتي، أعطيتي معلومات جدا دقيقة وجدا مهمة لكل الأهل الطلاب. الأستاذة ثواب الغبرة اختصاصية التغذية والصحة نورتينا، وإن شاء الله بيكون لنا لقاءات نهاية التوفيق لطلابنا. آمين. شكرا يا رب العالمين. السلام عليكم.